السلام عليكم. من في مطبخ ام والد ان شاء الله راح نديرو حلوة المهراس. هذه الحلوة هذه شابة، يعني الديكور تاعها يجي شباب بزاف، والعجينة تاعها بزاف سهلة. واش راح نحتاج فيها؟ 250 غرام تاع المارغرين تكون طرية، 6 مغارف كبار تاع السكر كلاصي، مغرف صغيرة تاع لافاني، حبيبة تاع البيض، والفاينة باش نلمو العجينة. هذا واش فيها العجينة تاعنا. اذا نبداو بالطريقة مباشرة. إذا ندير حبة تاع البيض، لافاني، والسكر كلاصي. كيما رانا نشوفو العجينة ما فيهاش الخميرة تاع الحلوة، لأنه باش الشكل تاعنا يعني ما يفسدش باش كي نديرو في ليمول يبقى الشكل على حالو. إذا نخدم مليح الزبدة والسكر كلاصي لافاني والحبة تاع البيض، ونبدأ نلم فيها بالفارينة حتى نحصلوا على عجينة تكون طرية وما تتلصقش في اليد. إذا نبدأ نضيف الفارينة بالتدريج حتى تتلم عندنا العجينة. اذا هنا العجينه تاعي ها هي لميتها كما قلت لكم طريه وما تتلصقش، يعني كي تمسيها طريه لكن ما تتلصقش في اليد. هنا تحبسي الفرينه. هنا نجوزو الليمون تاع حلمه المهرس حقيقه، يعني الليمون تاعهم بزاف غاليين، يعني كاين تاع النحاس يوصلوا حتى 60 دينار للوحده، يعني 6000. حنا عندنا 6500، كاين هذوك البيوضه 3000 3500 للوحده، يعني والله غير غاليين. يعني تشري 10 راح تستقام لك، وكي طيبي بال10 يعني راح تطولي باش تكملي الحلوه تاعك. انا نعطيك بديل اللي هما هاد لي كوبلي هادو اللي يتباعوا يعني تاع قهوه كحله، يشربوا فيهم قهوه، يجو يعني ما يجوش بلاستيك، يجو ورق. هنا لازم متاكدي انه تاع كاغط ماشي تاع نيلون. يعني شريت هذه كامل، شريتها ب 50 دينار كيما رانا نشوفوا. هذه راح ندير بها الحلوه تاعي، يعني لانه هذه الحلوه هذه ماشي راح نخدمها كل مره، يعني حس نفسنا باش نديرها، لهذا نستعمل هذه الاكواب الورقيه وما نرميها. يعني هادو كامل كما قلت لكم 50 دينار. واش ندير؟ نحكم هاو الكوبلي تاعنا. انا الحبه تاعي ما نديرهاش حتى للفوق طويله لانه طويل بزاف الكوبلي تاعنا، نديرو نصف فقط. هذه هي الحبه تاعنا تاع حلوه المهرس. نحكم شويه تاع العجين، تبعوني ما نكتروش بزاف، نديرو على شكل دائره، نحطو لداخل ونبدا نخدم في الحلوه تاعي بصبعنا. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. فقط بما انه العجينه ما فيهاش الخميره مش راحين نخافوا انه الشكل تاعها يفسد لنا. اذا نخدمه مليح، الا كانت تلصق استعملي الفاينه في صباحتك فقط. ونخدمه الحلوه تاعنا ونديروا لها مستوى واحد تاع العلا، تاع العلات يعني تاع الحلوه تاعنا، والخشن واحد. ها هي الحلوه تاعي كما رانا نشوفوا، درت النصف تاعها فقط. ونزيد حبه ثانيه باش تفهموني، لانه جربت احيانا نعمل الحلوه تاعي زعما نكون شاريه 10 فقط ليمول، والله غير نكبر في الكوزينه، يعني باش تجي تكملي يعني 50 حبه ولا يعني عندك ما تقعدي. نديرها ندير شويه صبعي في الفرينه ونبدا نخدم فيها بالاطراف الاطراف ونطلع بهذه الطريقه، ونعملوهم كامل نفس الارتفاع حتى للنص، يعني نشدو ارتفاع واحد. اذا راح نكمل الحلوه تاعي كامل ونحطها في الفرن على 180 درجه حتى تاخذ لون ذهبي ونخرجها. هنا بعد ما طابت الحلوه تاعي خلوها حتى تبرد مليح باش نحوهم من هذوك لي كوبلي، يعني خلوهم حتى يبردوا مليح. وهنا الشكل تاع هذا الفوقاني هذا ما يهمناش، لان راحين نغطوه بلا غارنيتور، يعني ما حش تبان لا فينيسيون تاع الحلوه تاعنا الا كانت شابه ولا ماشي شابه. حنا راحين نزينوها. واش ندير؟ نحكم الحلوه تاعي وندير هذا الفوقاني فقط في المربى كما رانا نشوفوا بهذه الطريقه، ونعملو. انا عملت هنا فول سوداني، حمصتو مليح وطحنتو. هنا تقدر ديري فول سوداني، تقدر ديري اللوز، تقدر ديري نواة كوكو، هنا كل وحده واش تحب. اذا هكذا هنا نشبحو الوجه تاع الحلوه تاعنا، نزيد
حتى نكمل كامل الحلوة تاعي في التزيين تاعها بهذه الطريقة. راح يبان الشكل تاعها شباب يعني. اذا راح نكمل ونرجع لكم فيما بعد. نعم بعد ما كملت الحلوة تاعي عملت لها التزيين يعني لهذا الحواف. الان واش راح ندير؟ انا راح نستعمل هنا النسلي كراميل عادي انا شريته، تقدروا تستعملوه اللي خدمته، اللي خدمت لكم ديجا يعني حيعطينا نفس النتيجة يعني نفسه، وتستعملوه بنفس الطريقة. واش راح ندير؟ راح نعمر هاد القوالب تاوعنا غير بالعقل فقط. اذا نعمروهم للنص بهذه الطريقه، نعمر كامل المهرزات تاعي على هذا اللي قلت لكم. هذه الحلوه تجي بزاف بنينه، حتى العجينه ولا جات خشينه ما يهمناش لانها بنينه العجينه، تجي صابلي وتجي يعني هشيشه. اذا نعمر كامل الحلوه تاعي ونرجع لكم فيما بعد باش نكملوا التزيين. نكملوا تزيين الحلوى تاعنا. هنا ذوبت الشوكولا تاعي عادي حمام مائي، ما نزيدولها ولا شيء. هنا راح نستعمل انا هاد الورود ان شاء الله يا ايامنا كلها ورود، يعني راهم يتباعوا هاد لي غارنيتشو في المحلات. راح نستعمل هاد الكوفرة الثاني، هذا اللي يجي كاين كو فاني كاين كو شوكولا، هنا خيروا واش حبيتو. نبداو بالطريقه. اذا ندير شويه تاع الشوكولا، نحط الشوكولا على الوجه تاع الحلوه تاعنا، نعمروها حتى للوجه يعني حتى للفوق بهذه الطريقه. من بعد واش ندير؟ قبل ما تنشف لنا الحلوه تاعنا ندخل يعني هذا العصي هذا قسمته على ثلاثه، ندخله في الحلوه قبل ما تنشف لنا الشوكولا. ندير ورده طبيعه الحال طويل بزاف هذا العرف هذا، نقص منه شويه بهذه الطريقه وندخله في الحلوة تاعي ونزيد قلب من هاد القلوب. ها هي الحلوة تاعنا واجدة. الآن تبقى غير نزينها في الأكواب ورقية ونقدموها ونلتقي فيما بعد إن شاء الله. إذا ها هي الحلوة تاعي بعد ما زينتها كملتها درتها في الكيسات، شوفوها عن قرب يعني ها هي، شوفوها مليح يعني ذوقها روعه، ذوق النيسلي الشوكولا لاباط صابلي، يجي بزاف بنينه هذه الحلوه هذه. ودائما التزيين اختياري يعني كل وحده تزين كما حبت هي. هذا العبر هذا قطع لي حوالي 40 حبه، والحلوه امامكم راهي واجده. ان شاء الله تكون نالت اعجابكم، واذا عجبتكم الوصفه تاع اليوم عليكم غادي ديروا جيم لا فيديو وتشاركوا في القناه حتى يصلكم الجديد. والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.